السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم ظننا بأننا سنأخذ فيه نتيجة أو موعد الانتخابات القادمة للكنيسة، ولكن هذا لم يحدث. نتنياهو متمسك في حكومته، وأمس يلقي خطابا عند الساعة 8 مساء في وقت الظهر للمشاهدات. أكثر من 70% تقريبا من الخطاب دعاية انتخابية كما صفوه، تحدث به عن نفسه، عن شبابه وبطولاته التي قام بها عندما كان شابا في الجيش، وتحدث عن مرحلة أمنية خطيرة تمر فيها إسرائيل دون أن يفصل ماهية هذه المرحلة، وقال في أوضاع كهذه لا نحل حكومة. ثم طلب من شركائه في الائتلاف بأن لا يحذو حذو ليبرمان وأن لا يحل الحكومة، وقال بأن أمامهم سنة كاملة حتى الانتخابات. ماذا قصد نتنياهو عندما قال نحن في حالة أمنية مستمرة؟ هل قصد سوريا وإيران أم قصد غزة فقط؟ وما هي المرحلة المقبلة؟ وهل صدق أو يصدق المحللون الذين يرون بأن هذا الخطاب هو مقدمة لإعلان حرب قادمة على غزة؟ وما هي هذه المفاجأة من أيلة شاكيت ونفتالي بينيت الذي اعتقد الجميع بأنهم سيعلنون استقالتهم، ولكن قبل قليل خرجا وقالا بأنهما لن يستقيلا؟ عن هذه التطورات وعن أحداث أخرى في الساعات الأخيرة سيكون مترو الصحافة اليوم خلال النصف ساعة القريبة، ولكن قبل ذلك نستعرض بعض العناوين العالمية ثم مقال نشر في موقع عرب 48، مقال استعراضي عن هذا الموضوع، وبعدها مع ضيفي عبر الهاتف وبعض الأخبار المحلية والعالمية، ونبدأ مع وكالة الأناضول العالمية. في وكالة الأناضول، إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وأضاف تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن. وعادة ما تتم اعتقالات الفلسطينيين من المنازل خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. في فرانس 24، إسرائيل هل يراهن نتنياهو على حرب للخروج من أزمته السياسية؟ يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطات متزايدة مع استمرار الأزمة السياسية التي اندلعت عقب استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يوم الأربعاء. ورأى محللون إسرائيليون أن خطاب نتنياهو الأحد تجاوز الخيارات السياسية ليصل إلى الرهان على حرب جديدة للخروج من الأزمة التي تعصف بحكومته. وفي شأن آخر، جاء في رويترز، الجيش السوري يتقدم في مواجهة تنظيم الدولة في منطقة بجنوب شرقي البلاد. أما في رأي اليوم، 25 قتيلا حصيلة اشتباكات غير مسبوقة بين فصائل سورية تدعمها أنقرة في عفرين بعد هجوم واسع شنته ضد المقاتلين الأكراد وتسبب بنزوح عشرات آلاف السكان. وأخيرا في روسيا اليوم، بوتين وأردوغان يناقشان في اسطنبول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية. من المتوقع أن يكون الملف السوري من أهم مواضيع المحادثات بين زعيمي البلدين، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي تم التوصل إليها في قمة اسطنبول التي جرت في 27 من أكتوبر الماضي بمشاركة المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون، بالإضافة إلى بوتين وأردوغان. وأكدت الأطراف المشاركة في تلك القمة فعالية أعمالها في إدلب، كما دعت لتنشيط العمل الهادف لإنشاء اللجنة الدستورية السورية، مشيرة إلى ضرورة تشكيلها بحلول نهاية العام الجاري.